عافاك قولوا لنا اشنو في القلب بركه نجي فينا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد المشوق والديد شنو في الجميله. المنافسه غادي تدوم طيله شهر رمضان، ثلاثه الاسابيع الاولى اقصائيات، الاسبوع الرابع نصف النهايه، والاسبوع الخامس النهايه. بقات لي 10 دقائق باش نبدا الطياره. غادي تكون لا ميور لور ان شاء الله. وقيلا نسيت الزعفران تبان انت كل شيء وغادي نبرد. كل متنافس غادي يوجد ويطيب ويستقبل بوحده. كل اسبوع غادي يجمع ما بين ثلاثه المتنافسين، وكل واحد فيهم غادي يكون مرفوق بجوج ضياف من اختياره. المتنافس اللي غادي يحصل على اقل معدل غادي يغادر البرنامج، والجوج المؤهلين اللي يحصلوا على اعلى معدل غادي يتباروا في نصف النهايه. ولا ديال البنات ممكن. لا المتنافسين ديال برنامج شنو في الجميله مقسمين على مجموعات، وكل مجموعه كتضم ثلاثه المتنافسين. المتنافس اللي غادي يحصل على اقل معدل غادي يغادر البرنامج، وجوج المؤهلين من كل مجموعه اللي يحصلوا على اعلى معدل غادي يمروا لنصف النهايه. نصف النهايه والنهايه غادي تقدم تحديات جديده واكثر تعقيد للمؤهلين اللي خاصهم يبرهنوا على حنه يديهم وعلى الكثير من الابتكار والاستراتيجيه. برنامج شنو في الجميله غادي يتوج فائز او فائزه. انا لقيت القشور البيض. واللي غادي نتعرفوا عليه جميع اخر جمعه في رمضان الكريم. طاجين كان شويه بارد. طاجين في اي بي. انا عملت 6 ونص. شويه تحت الجميله.